قطر، دولة قطر. قطر، التقارب الدبلوماسي بين قطر، بين مصر وقطر أراه يبرز إلى الواجهة من جديد في 2022 أو 23، وإن شاء الله يكون قبل. نعم. وفد وقد نرى الرئيس السيسي بزور قطر، كما سنرى أمير قطر حفظه الله الشيخ تميم يزور القاهرة بشكل مفاجئ، والمصالحة القطرية المصرية آتية لا محالة. هول بحبهم بس قليل، آتية لا محالة بتصير، مثل ما قلت عن مصالحة الإمارات وقطر، يعني مثل ما قلت مصالحة دول الخليج مع قطر والسعودية. صح صح قدي أنا من صح قبل أي من كم سنة وكان عندك إصرار عليها ودائما تقوليها بهذه الطريقة. نعم. دولة قطر ستلعب خلال سنوات 2022 و23 أكبر أدوارها السياسية والاقتصادية بالمنطقة العربية وخصوصا بسوريا ولبنان وليبيا. طبعا نوجه تحية لقطر ولأهل قطر. رح نروح لدولة الإمارات. كانوا عم بيسألوني عن فيفا تبع قطر. نعم. هلأ ذكرني حطته بتوقع من توقع. الإمارات سوف تتخذ الإمارات خلال المرحلة المقبلة إجراءات مشددة وغير مسبوقة من الوقاية الشعبية وفي الإدارات والأماكن العامة ضد انتشار المتحور أوميكرون، مما سيجعل الإمارات تتجنب بشكل كبير وواسع انتشار هذا الوباء على أرض الإمارات، وبتنجح في هذه الوقاية الكاملة. ولا أرى أي خطر حقيقي من هذا الوباء بإذن الله، ولا أرى إغلاق للمرافق العامة بالإمارات. سنرى زيارات ووفود دبلوماسية متبادلة بين مصر والإمارات من جراء حدث عربي بارز، وسوف نرى من خلال هذه الزيارات تعاون مصري وإماراتي مشترك يصب في خانة الاقتصاد والاستثمار بين البلدين. ولا أستبعد رجاء أن نرى الرئيس السيسي في قلب الإمارات وتكون قطر في قلب الحدث، والإمارات في الواجهة أمام هذا الحدث الإيجابي الكبير. عام 2022 هو عام دولة الإمارات بامتياز، وأرى للمرحلة المقبلة أنه ما بين حاكم وحكمة وقيادة آل مكتوم وآل نهيان سوف تتربع دولة الإمارات على قمة العمران والسياحة وتذهب إلى المزيد من الأمن والأمان، وكل هذا سيتحقق بفضل الله وبفضل رجال أمنها ووعي شعبها وقيادتها الحكيمة، والتي ستجعل الإمارات تنهض بقوة نحو مستقبل اقتصادي بارز وغير مسبوق. دول مجلس التعاون الخليجي بتكون حاضرة بقوة على الساحة العالمية، وذلك من جراء أزمة عالمية بتتعلق بإنتاج النفط وبورصة الأسعار، وسيخرج الحل للعالم من خلال هذه الدول. ستمنح دولة الإمارات خلال المرحلة القادمة الجنسية الإماراتية لعدة أشخاص بكثرة، عرب وأجانب ومن الشخصيات البارزة والمرموقة. هلأ هي بلشت الإقامة بس بدها تزيد من الناس، أو الإقامات مش الإقامة، الجنسية. الجنسية رح تجنس. نعم. يعني ناس أكيد. عرب. نعم. 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 وأجانب. للأسف الشديد سيغيب الموت شخصية فنية إماراتية بسبب عارض صحي حرج. وسيلة نقل غير الطيران منشوفها بتعمل بين دول الخليج خلال السنوات القادمة، كيف وليش ما بعرف. يمكن هذا القطار اللي حكيت عنه أنا عن التوقع اللي رح يكون. نعم. بالمملكة العربية السعودية كمان. صحيح. ممكن يكون بدولة الإمارات. رح نروح لدولة الكويت. بيتعرض أمير الكويت حفظه الله للأسف لعارض صحي مفاجئ، وبقول له ينتبه من كورونا وسيمر بسلام إن شاء الله، ولكنني أرجو من سمو أمير الكويت أن ينتبه جيدا إلى صحته ويبتعد عن الإجهاد خلال الفترة القادمة، وأتمنى من الله أن يحفظ قيادات الكويت وشعبها الطيب وأميرها، وأن يحفظها ويحفظ أرضها وأميرها الشيخ نواف الأحمد الصباح من كل سوء. أكيد نتمنى له الصحة وطولة العمر. المتحور أوميكرون سيشكل خطر على الكويت بعض المناطق خلال 2022، وأرى الكويت تغلق الأجواء والحدود من جديد وتتخذ إجراءات وقاية غير مسبوعة لفترة، مش لفترة بعيدة مثل قبل، لفترة بسبب الأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج في دولة الكويت. سنرى الأعمال شبه معطلة في بعض المدن الكويتية بسبب الأجواء الماطرة. هلا كيف وليه أول الناس ما اللي ذكرتي بدول الخليج رح يصير في ثلج ورح يصير في وقتها خير تقول أوف الليلة عم تقول رح يصير في بالتسعينات 100%. خير نروح للأردن. نعم. أرى الملك الأردن يقوم بجولة تفقدية في أحد المناطق الأردنية بسبب تعرضها لهزة أرضية قوية تترك خلفها بعض الضحايا والجرحى والأضرار، وسنراه يزور الجرحى في مستشفيات الأردن الملك عبدالله حفظه الله، ويطمئن شخصيا على أحوالهم الصحية والعلاجية. حتى منشوفه بيفتح دار الملك عبدالله لأول مرة منشوفها، وبيأخذ
معاناة شكاوى الناس هيدي منشوفها علنا وبيتعاطف مع شكاوى الناس وكل واحد عنده شكوى بالأردن واقفة أو ما عم تتحرك أو في يمكن بالقضاء يمكن بال أي شيء الملك عبد الله الملك عبد الله ليلى فإذا بذكرنا الملك عبد الله ملك الأردن بسليمان القانوني بالعهد العثماني هيك كان ياخذ شكاوى الناس ويحل هلا هيدا اللي حيصير وحيكون معهم أول بأول بمشاكلهم. أرى الملك الأردن يكون كمان في سبب رح نقوله منشوفه بالمستشفيات بكثرة من وراء يمكن جراء يا شيء بده يصير على أرض الأردن بس إن شاء الله ما يصير إلا الخير يعني. أرى الملك الأردني عبد الله حفظه الله يستعيد لتحقيق بعض الإنجازات والإصلاحات الاقتصادية والشعبية من خلال خطة عمل تحمل قرارات كبيرة وغير مسبوقة بالأردن وسنرى تغيير كبير يحصل على الساحة الأردنية ويعطي نتائج اقتصادية واجتماعية مذهلة. هيدا اللي منشوفه حتى في زيادة رواتب وتغيير بالأسعار للأفضل بالأردن اقتصاديا مراقبة للأسعار من الملك الأردن شخصيا. نعم هيدا شيء إنجاز وشيء مهم أنه من قبل حاكم. ليلى عبد اللطيف بما أنه عم نحكي على الأردن لكن ذكرتي بحلقات سابقة عن اعتزال أحد الفنانين الأردنيين واعتزل النجم أدهم نابلسي بقمة الحقيقة نجمه. عم دور عليها هيدا قيلتها كنا ذكرتها معي بإحدى الحلقات. نعم. وهيدا دليل أنه نحن أنا وليلى ما منحضر يعني نحن اليوم أنا بقعد بسألها بس ما منحضر ما في أي بس تذكرت لما شفت أدهم طبعا رح ننزلها فيديو حنجيبها وننزلها أعلن اعتزاله دغري تذكرت بإحدى حلقات ذكرتي هيدا الموضوع رح نجيبها وننزلها فيديو. نعم. رجع يعني أنا بشوف الملك سلمان والأمير ولي العهد محمد بن سلمان خطته أنه يجمع كل الدول العربية ما يشوف دولة عربية بالشرق الأوسط وغير الشرق الأوسط أنه ما يشوف دولة عربية فيها مفككة أو فيها حزن أو فيها حروب أو فيها أي شيء. أنا بشوفه أنه المستقبل القادم بإذن الله بيجمع كل الدول لا تتفادى هالحروب وتكون بسلام وأمان. إن شاء الله يا رب هيدا نتمناه هيدا اللي شايفته أنا من ولي العهد. نعم هيدا نتمناه ونتمنى له طولة العمر كمان حتى يقدر يجمع وينفذ الخطة اللي هو عم يسعى وهي خطة سلام وأمان وخطة صداقة بين الدول العربية بين الدول. نعم. وهذا اللي حيصير بإذن الله بحكمته. نعم. وحكمة الملك سلمان.